والله هرت دجالضة ووحيابها إخوارج كفاء إيستان دجالضة هذا الشباب هذا دحين قصوا عصبون هذه ملاك كلياتنا اللي كرتني كده عن صمردين يقول نقولش السيد هذا بقى وحاوي ونسيب دره وأنا وعي دره حل كان أو ذلك للربعين الحرايو حوج ولا الكل اللي هي اللي قد لايو ما عدا ولا سقى هذا عدا ولا سقى بحي أريد أسأل الله هذا كرمها أريد أسأل الحمد لله والقبة حي هذا ولا لها ما رطي زون عدل جوهر انتو دحي السنة بعد كل قارتين رنتي آد يا آد يا يا دت كلنا نروح مادن دولة الصومالية وكحمات دولة قبلات كير سبالة شعب الصومالي ملك سيجوغان ولا مدن الصوماليات حرير بنك الصومالي رنتاس وقاسك إمامك وقاسك يقرابة دت كاس كوام ترسلنا إلى حلي إلى شلي إلى مانت الشرار الله فديا أنا جوا وقيب كم ده نشرر كاس ولا مدن دان هاي مانت الشخصية مباشر كان هل كانوا قبل سنين ماشي اسا ودرني انا اللي فتيت انا وحواي وكور قبي مركا الحمد لله هذا مامل قبلات الدوله اللي حي كل ولا بحي قال كنا ضدك ولا لها هاي لفتو وحبي اركان اني قلدين هنا واسقبتين اول بدد استعلى هاي لك شيطان سوك على لحق لي ثاري جاهليه هي ارغوس الحمر رقيصه ايا شخصيات يسمينها هنا هذه وح قبيل وكتشر تلقى قبيل وقال ما بعين قال كاسو اسكن هذا ولا حكمي وحان رجينا ان سدب سو نغن وحا اغاس انا وحا يري ددك جوغو دد ولي با دغاليها انا ان وتر بدن هب اد هيس بدن هيستا وحا لو عقوبيا دغالكي ادي ديدين وحا هذا هب كود انت قاتان او بحان يغو شراي ولي با ان ادي با اسك حاضريان هل ما ساعه لح ساعه تكون قاتين هب كو بدن ماشو يلا دد كو بدن اي جوغان وا حتى مساعد الجدد ددك جوغا وحي نقول له هذا دم سري اهل هاين مركا ماشا مركا افرت التوله ايو waxaan ku raaxay jacali inta u dhaxeysa iyo in la meereesto ma aan meeshaas hubka jooga dhalinyarada joogta inta meesha maamul goboleedka Hirshabeelle geel geeyo oo labada qabiil ee yashooda dhalinyarada la isku keeno geel loo qalo oo la isku ooyo oo la isku muusaabo oo dhamaan wixii meesha la dilay la soo qaato mid la soo qaataano magta qabiil ahaan ku bixineyna anaga bixineyna qabiil xitaa la weydiimaayo ma garatay dadkaas walaalaha ah waa walaalo in lagu gudbo maaratay magtana tal ku qaato خير الله سيح معالج مع هذا الدكور وانا حسوستا خير وكل شيء خير كله من كله سر تلك ايقونا ايوه يخد قلم جرين ما اللي يراد ما رت اكس كنترول واي هرواي واي سيجرت مركز سوى الحالة سكوا استا اكس كنترول ما من كذا قلدو كل شيء رت خصوبة حيدك كو ما حك لو جرى انت اصلا اللي سكدلي كل انا بحنا يقول العتاب خير الله سي واجي علبون قد قال من ساس كل وسمي لما استق انت حاشيدي ساي انت ويقين ايوه وردتك ماشي ليك لا سكاس سلامان يدوب لها يدوب لها ايا واحد بدل لها سلامان كان ليك بدل فرت مفضل مرينا ان كم غنيت كل قد قويس كاسابحي مبادره واي وحو سمي جري مارتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كو امانه جري رقه واوين وصالحين ته وقفك حتى دو اسوا غني حتى ايو ادو دين قات ام حمال قاتو ايو حق لي مارتي ام الدولده ام شعبك ام اني حتى لا ديبان هذا السوق خطة دو عسي شيخ أحمد وكلاته جيب كيس كبير هنا أجر لما قرب صديبة ما قب ملايين أما ما قب كن أقف هذا لمن هذا يبد بعدي لي جود مرك هذا وحوا يعد قناع سكوما يرى حوالا كوما يرى تبغى قف هذا تبغى شنقف ودي هذا وأود كرانا أنت النسوق هذا إمام كيف قاس كنا سوق هذا أو قيب سنو أن نقعد تكلم كم من حتى لي كسينا إنه ما من قبلات كل شبه لو حالة غربة يدور ده اللي إنه يدت كاس أي أنت ده قلان أو قيل وقلان أو ولا ليان إنه دقاجينا هذه بالي على البر إلى حر دلال صعدو oo dadkaas maartay cudud badan leh oo dhaqaalaha badan leh oo alxamdulillaah xoog badan leh oo weliba geesiyaasha ah oo meeshaas daasan iyo masaa'il guud ilaa cadaladaasan in inta la mideeyo xoogo meeshaas waxa muuta dabac hoggaamin xumaa inuu jiro maxay yeelay wuxuu yiri imaam shaafici annafsa in lam tushqilha bidaaca ashqalatka bilmacaasi nafta haddaadan wax wanaag ku mashquulin wax maay ku mashquulisaa waxaan rabaa ninkaas maalintay xamar ka dhaqaaqeen oo tignikada faraha badan iyo dhalinyarada hubaysan hubkii aada meesha lagu haystaa waxay ahayday inta garba siman dagaal lagu geliyo geel loo qalo la horkaco wadwa inuu horkacay ahayday iyo saraakiisha waaweyn ee toos la aado gobolada deegaanadaas ay nimanka qaarista ay dadka ku cadaabayaan marka arrintii markii laga gaabiyey ee baagamuudo ay dareemeen oo fadhi badan ay arkeen ay hoos ugu jeesteen si waxyaabo qaladaad sameeyeen jaal walaal gudbaad ilaahay yiraahdo waxaan ilaahay ka baryaa inuu inta dhimatana u naxariisto inta noolna uu badbaado uu kala siiyo inta dhaawacana caafimaad uu siiyo meeshaasna in sida lagu yaqiin dadkaas dad dhaqan iyo diin iyo dilisnimo iyo walaal jacayl lagu yaqaano ahaada in arrintaas laga waantoobo degdeg looga tago maamul goboleedka iyo dowladda dhexe iyo dhaqanka iyo qoyskuna ay dowrkooda qaataan annaga culimmada haddaan aan diyaar unahay insha allah.